اهلا وسهلا بكم مره تانيه نعود ونستكمل الحديث عن يعني قمة المناخ لأنه أنا سعيدة حتى في هذه القمة وهو أن نتحدث زي ما أنا قلت لحضراتكم الأيام معنونة يعني كل يوم في جدول عمل فمن ضمن الجداول العمل اللي موجودة في هذه القمة اليوم البحث العلمي لأنه ما فيش حاجة هتحصل أبدا من غير بحث علمي يعني أنا علشان أساعد البيئة وأعمل تطبيقات وأعمل مشروعات وأعمل تكيف وأعمل دراسات كتيرة بتسمعوا حضراتكم بقالكم كذا يوم عن الهيدروجين الأخضر بتسمعوا عن الكربون عن مبادرات كتيرة في دول كتيرة بتسمعوا عن صديق للبيئة طاقة الرياح طاقة الشمس كل الحاجات دي علشان ازاي نعيش بجد في يعني بيئه متوازنه. دكتور كريم سليمان استاذ مساعد العلوم البيئيه والاستدامه بجامعه عين شمس اكيد عنده تفاصيل مختلفه هو ضيفي في التاسعه مساء الخير يا دكتور مساء يا فندم مع حضرتك اهلا بيك انا ببقى سعيده جدا عندما نتحدث بالعلم لانه العلم هو اللي بيكمل معانا وهو اللي بيخلينا في التنميه المستدامه. خلينا نبسط الدنيا ونقول انه عدد من الدول المتقدمه واللي هي بتطلع الانبعاثات ايضا اللي عندها صح. نفس المشاكل ولكن ايضا بتقدم بحوث كتير ايه اهم البحوث واهم الاشياء اللي هيتم مناقشتها في قمه المناخ آه بص احنا وتم يا فندم احنا تم طرحها بالفعل اه بالفعل وتم طرحها هو اهم آه المواضيع واهم المواضيع البحثيه بدايه من آه العامين او ثلاث ماضيين كانت الابتكار ورياده الاعمال <applause> وبناء عليها كان الدعم الأساسي كان للابتكار وريادة الأعمال في مجالات الطاقة النظيفة واللي حاليا فعلا كل العالم بيصب اهتمام كبير جدا ناحية الاستخدامات والاستثمارات في الطاقة خاصة الطاقة المتجددة زي طاقة الهيدروجين الهيدروجين ال 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 كطاقة احنا بنسميه أخضر على حسب المصدر بتاعه ولذلك هو الهيدروجين في حد ذاته هو أكبر مكون موجود على الكرة الأرضية موجود في الماء موجود في مشتقات للبترول ولذلك هو نتاج حرق للبترول هيطلع هيدروجين م. نتاج طاقة كهربائية عالية في تحليل المياه لجزيئاتها هيطلع هيدروجين فالاستثمار في الهيدروجين هو استثمار آمن لأن هي طاقة نظيفة تستخدم كوقود للطائرات تستخدم كوقود للقطارات السفن والحاويات والتدفئة في البيوت التدفئه في البيوت مجالاتها كتير جدا مظبوط فهو بديل امن وصديق للبيئه عن الهيدروجين اسف عن الوقود الاحفوري وهو بيخرج من الوقود الاحفوري تمام الهيدروجين الاخضر من الحاجات اللي العالم كله ركز عليها حتى في المؤتمر والاتفاقيات اللي تمت بالفعل مع الدول العربيه والدول الاوروبيه عايزين نعمل نقل للتكنولوجي المستخدمه م. في تكسير الجزيئات المياه للاستفاده بالهيدروجين ده الجزء الاولاني تمام يعني خلينا أنا يعني ببساطه نقول للناس بيتحط في الميه بنشيل الاكسجين بالظبط يعني نشيل الاكسجين عايزين نبسطها انا كنت دلوقتي. علمي اصلي فالحاجات دي فاكراها كويس فبنفصل الاكسجين وبالتالي ما بيبقاش فيه بقى انبعاثات وما بيبقاش فيه انبعاثات لان استخدامه مش هيطلع منه انبعاثات الفكره ببساطه زي ما سيادتك تفضلت عشان نبسطها على الناس استخدام الوقود في السيارات بينتج عنه الكربون وثاني اكسيد الكربون وده بيطلع في العادم صح وبيتحرق بعد كده الهيدروجين ويطلع لنا الطاقه بتاعته صح فلو احنا قدرنا ان احنا ناخد الهيدروجين لوحده احنا هيدروجين نظيف هناخد هيدروجين نضيف هناخد الطاقه بالظبط ه... يعني اذا خليني اقول للناس ان احنا مش هنشوف العربيه ام اللي بتطلعلي لي انبعاثات دي يعني لو احنا رحنا بقى لعشرين 20 30 وهالحاجات دي فلن. مش هنشوف بقى العربيات دي والاوتوبيس بقى اللي عامل شبوره حواليه لا 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 والحاجات لا دي الله. لانه مصر كمان داخله في يعني انتاج الهيدروجين الاخضر اعتقد بنسبه 40% في رقم ده زي حقيقي. كده ده حقيقي وهو هي مصر بتجهز للملف ده بقى لها فتره طويله صحيح. وليس حديث العهد صحيح لان التجهيزات تمت على مستوى حتى الشباب تمام عندنا شباب الجامعات بداوا ان هم يعملوا آآ آآ بعض الصناعات الخاصه بالسيارات علشان تبقى صديقه للبيئه تمام. عندنا بعض الشباب بداوا يلجأوا لحلول بديله زي العجل والبشاره النهارده كان في جوله تفقديه للسيد الرئيس مشروع رابط انا شفته برده آه الدراجات والحقيقه حاجه حاجه برضو والشباب هيبقى مقبل على الحاجات دي يعني الشباب حبيب. هو اللي هيدور العجله دي بسرعه يعني و... واتجاه الدوله للاتجاهات دي زي المشروعات الذكيه والخضراء وزي كل المشروعات الخاصه للبيئه من اجل الاستثمار في الطاقه طيب خلينا نروح على حاجه تانية انا عايز اعرف المجالات العلميه خلينا نقول للناس اللي ممكن تساعد بقى بجد ان احنا نعيش في بيئه نظيفه في التغير والمن. ايه بقى المجالات اللي ممكن تساعدنا غير الهيدروجين الاخضر أه بص احنا لما جينا في كل الجامعات المصريه أه دعم الدوله كان موجه ناحيه الابتكار ورياده الاعمال في المشروعات الخضراء الذكية مم. ويمكن المبادرة الأخيرة اللي كانت أطلقت من الرئاسة كانت مبادرة مسابقة خضراء ذكية على مستوى المحافظات كلها وطلع ما يقرب ما يفوق الستة 6000 مشروع ما شاء الله. كلهم والحقيقة يمكن المقابلة اللي عملتها زميلتي العزيزة دينا مع سعادة السفير كانوا بيتكلموا عن المشروعات الخضراء بالزبط. الذكية مم. وده الحقيقة يمكن برضو لقب خلينا نشرحه للناس يعني أنا بحب الناس تبقى فاهمة معايا ايه هو المشروع الأخضر الذكي إحنا كنا مرينا بفترة وكانت المشروعات كلها الاستثمارية كان الهدف منها الحفاظ على البيئة. م. وكان مفهوم الحفاظ على البيئة هو مفهوم إن أنت حضرتك تحاول إنك تقلل الانبعاثات فقط لا غير. بعد كده بدأ يبقى الاتجاه ناحية إن حضرتك تستثمر في نواتج بتضر البيئة وتحولها لنواتج مفيدة للبيئة. فأصبح إعادة التدوير هو استثمار أخضر واقتصاد أخضر. أصبح إن حضرتك ترشد الاستهلاك الماء وتحاول إنك تعمل الصناعات اللي بتعتمد على الماء بطريقه ترشيد ده بالنسبه لنا اقتصاد اخضر تمام فالاقتصاد الاخضر اصبح المفهوم العام بتاعه هو ان حضرتك تستثمر بطريقه تحافظ على تقليل الانبعاثات وتلوث البيئه او ان حضرتك ترشد الاستهلاك أيوة. في الموارد اللي موجوده بالفعل في البيئه يعني خلينا نقول حتى الريسايكلينج التدوير واعاده و... كل الاشياء دي كمان بتساعد كلها اقتصاد اخضر يعني كلها اقتصاد اخضر كل ما يهدف الى خدمه البيئه او الحفاظ على الموارد للاجيال القادمه هو اقتصاد اخضر طيب خلينا برضو يعني نقول انه انا سعيده انه يعني من ضمن الاشياء اللي موجوده في هذا المؤتمر وضع يوم للبحث العلمي بالضبط. يعني فده ده في حد ذاته ان يعني نتكلم عن المناخ بشكل علمي يعني احنا ماشيين صح بارقام وبحقائق ودول تقدر تخدم يعني مثلا سمعت كده عن تجربه بتعملها رواندا في م. التجربه انها هتعمل حاجه اسمها كربون كريدت هي في دول كتير عامله بها آه. الفعل ومصر داخله في الموضوع بقوه بقى فعلا فتره. نشرح بقى ايه كربون كريدت ده؟ هي الفكره يا فندم ان في بعض الدول الم... الصناعيه الكبرى بدات تعمل ان المصانع اللي هتقلل الانبعاثات هتاخد حافز حكومي. تمام. ولو الانبعاثات قلت اكتر هيكون الحافز جزء من تقليل الضرائب ولو الانبعاثات وصلت ل... لقرابه الحيود الصفر الكربوني فهي هتبدا تاخد ميزات اضافيه من الحكومه تمام ده بالنسبه للقطاعات الاستثماريه الكبرى بالنسبه للقطاعات الاستثماريه الصغيره او الدول الناميه فاحنا بنبدا نشوف حضرتك بتعمل عمليه اعاده تدوير فانت بتشارك في تقليل انبعاثات الكربون حضرتك عندك صناعات هل انا لما ازرع غابات او زراعات كتيره انا سمعت ان هم هيقيسوا كميه الزراعات يعني المزارع أو الغابات وبالتالي يقدر كمان يحصل بيها يعني كل واحد مصانع اللي هيعمل حي... مصانع صديقة للبيئة اللي يعمل زراعة اللي يعني كل واحد يح... بحيث يقلل ثاني أكسيد الكربون في الجو بالضبط أنا بشكر حضرتك عليها لأن الناس مش مطلوب مننا أن احنا نعمل مشروعات ضخمة مم. مطلوب مننا أن احنا نشارك ولو حتى بجزء بسيط تمام. زراعة الأشجار هيكون جزء من أن حضرتك بتقلل انبعاثات الكربون عند بلدك وبالتالي بتقلل من حيود الكربوني ان حضرتك تعمل ممارسات ليها علاقه بركوب العجل او لها علاقه بتقليل الانبعاثات من المواصلات حضرتك بتشارك ان حضرتك ترشد استهلاك الكهرباء فحضرتك بتقلل بتشارك. استهلاك الكهرباء بتاعتك آه. اللي بيعود في النهايه ان انا بقلل استهلاك الطاقه اللي انا بولد منها الكهرباء فبالتالي حضرتك بتساعد انك تقلل انا عرفت كمان ان هيبقى في مثلا زي ايه مش عايزه اقول منتجعات او كومباوندز او مساكن الناس تسكنها هيتكتب حي... عليها صديقه للبيئه يعني هنروح نسكن في بيوت صديقه للبيئه من البدايه يعني، يعني نستعمل طاقه شمسيه بقى، طاقه رياح، هيدروجين، كل الحاجات دي. عارفه سيادتك هي المف... يعني خطه مصر 2030 للتنميه المستدامه كان فيها جزء للمناطق الذكيه او المدن الذكيه. المدن الذكيه مبنيه على مبدا ترشيد الاستهلاك. تمام في كل انواع الموارد. تمام والمبدا الجديد اللي اتحط بالفعل هو استخدام الطاقه النظيفه م. اللي هي منها هيبقى الهيدروجين الاخضر. واللي بناء عليها هتبقى مصر مركز اساسي للطاقه المتجدده في المنطقه الأفريقية والمنطقه العربيه بالكامل طيب خلينا بما ان احنا بنقول افريقيا وافريقيا هي الاكثر تضررا الحقيقه في آه. هذه الانبعاثات لما مصر بدات مشروع انتاج مشروع الهيدروجين الاخضر ايه اللي بيميز مصر انها تنتج هذا المشروع يعني ايه اللي هيخلي مصر مميزه دونا عن غيرها يعني كلمني عن المميزات اللي لدينا يعني بص يا إنتاج الهيدروجين الاخضر المشكله الاساسيه بتاعته هو هينتج من المياه مم. واحنا عندنا المياه البحار موجوده ومتوفره المشكله انه بيحتاج طاقه كهربائيه كبيره جدا علشان اقدر ان انا انتجه من المياه مم. مصر بدأ بالفعل في استخدام الطاقه الشمسيه من سنين صحيح. لما عملت محطه بنبان لما عملت المحطات بتاعه الطاقه الـ الرياح فاحنا بالفعل شغالين على الملف من فتره طويله مم. ينقصني ان انا ابدا اخد التكنولوجي اللي افصل بيها في الميه فاعمل التنكات اللي احتفظ بيها بالهيدروجين. تمام يعني احنا مش مستنيين ان احنا نتمم الاتفاقيه واحنا ما عندناش البنيه التحتيه عندنا. هوصل لما انا دلوقتي انتج الهيدروجين هيبقى عندي مسارين، مسار منهم ان انا هقلل استهلاكي من الوقود الاحفوري واللي هو بيمثل عبء على الاقتصاد المصري مم. وهتجه ناحيه استخدامات الهيدروجين اللي انا هنتجها. طبعا. ولما يبقى عندي جزء منه موجود هقدر ان انا استخدمه في التصدير ولو والاتفاقيات اللي تمت في الكوب كان في جزء منها صحيح. ان احنا يبقى عندنا القدره على ان احنا نصدر, نصدر. الهيدروجين الاخضر وبالتبعيه هيبقى عائد اقتصادي الى جانب عائد توفير في في الموازنه نتيجه استخدام الوقود الاحفوري. اكيد في بعض الجلسات انا سمعت كمان انه مصر بيتم برضو يعني الاستعانه بخبراتها في مساله تبطين الترع. <applause> لانه تبطين الترعه دي في حد ذاتها برضو حفاظ على المياه وهي ايضا بتاخدنا الى بيئه افضل وحفاظ على المياه لانه في يوم للمياه اصلا في الـ في الـ في الـ في يوم مهم جدا في قمه المناخ للميه فهنا لما بتكلم عن تبطين الترعه ومصر برضو يعني يعني من اول مشاكل المياه بدات تعمل الحكايه دي فرقت كتير مع مصر إحنا في عندنا في الكوب آه 13 مبادرة رئاسية مم. بالفعل تم طرحها في الكوب من ضمن المبادرات الرئاسية دي هي آه الحفاظ على الموارد المائية بخطط مستديمة تمام. منها عرض خطة تبطين آه المجاري المائية عموما منها خطة أخرى كانت للأغذية ومنها الخطة بتاعة حياة كريمة أيوة. وتوطينها في القارة الإفريقية بالكامل مم. فالتجربة بتاعة تبطين الترع او التجربة بتاعة المشروعات ذات الطبيعة الاستدامة في الحياة والحياة الكريمة كلها هتنقل لأفريقيا بما, بما يتضمن كل الخطط البحثية المبتكرة واللي أدت إن احنا عرفنا نعمل تبطين الترع بطريقة علمية طيب بما ان احنا بنتكلم عن خطط بحثيه وانا سعيده جدا انه كان دايما عندنا مشكله في مساله البحث العلمي ومشروعات البحث العلمي والانفاق على البحث العلمي اعتقد ان احنا دلوقتي البحث العلمي هيبقى على المائده يعني يعني كتاج يعني يعني في في اهتمام كبير جدا مثلا اكاديميه البحث العلمي في رقم بيقول اعلنت تم التعاقد على 48 مشروع, مشروع مقدم من 17 جامعه حكوميه وخاصه وسبع معاهد يعني بحثيه وطبعا بتمويل 66 مليون جنيه مليون. أنا أحب برضو أعرف مزيد آه. من التفاصيل على فندم. الخبر ده. إحنا دلوقتي كان بقالنا مدة كل في عدد من يعني ملفات اهتمامها الخاص بالجامعات والمراكز البحثية في أبحاث ابتكارية للتكيف مع التغيرات المناخية تمام الأبحاث دي كلها كانت ضمن خطط بحثية ضمن مشروعات ممولة من أكاديمية البحث العلمي مموله من الاكاديميات البحثيه مموله من الوزارات مموله من الجهات الاجنبيه المتعاونه مع وزاره التعليم العالي فعندنا دعم كبير جدا للقطاع البحث العلمي وبناء عليه اصبح في تبني بالفعل الافكار والافكار اتنفذت سواء كانت افكار للشباب الصغيرين مثال في احدى الجامعات المصريه شباب في طلبه كليه الهندسه قدروا ان هم بالفعل يعملوا مطور للسياره يفاز وفاز اعتقد دخلوا وفاز فيه مسابقه وفازوا فيه وهم حاليا ان شاء الله في الكوب ان هم يحولوا المطور السياره اللي بيشتغل بالوقود الاحفوري لمطور سياره كهربي يعني انا ما غيرتش العربيه انا غيرت أيوه. ان انا اغير المطور بس. وعملوا بروتوتايب ليها وبالفعل ده كان من تمويل الجهات المانحه فالبحث العلمي بياخد دعم قوي جدا حاليا ولكن هو بس بينقصه حاجه واحده هو ان كلنا بنتكاتف في البحث العلمي على خدمه خطط الدوله المصريه اكيد فاحنا الخطه الحاليه اللي بنعاني منها كلنا هي خطه ملف التغير المناخي بشتى صوره اكيد وده الاكاديميه البحثيه العلمي ووزاره التعليم العالي وكل الوزارات بيشتغلوا عليه بيشتغلوا عليه. طيب في كمان نقطه مهمه واحنا بنتكلم عن قمه المناخ بانها قمه التنفيذ. آه. لما اتكلمنا عن يوم التمويل اللي كان من يومين اعتقد او امبارح الأمس مبارح اعتقد بالامس اه إيه. فيوم التمويل واحنا بنتكلم التمويل مش بس ان هم هيقدموا يعني فلوس عينيه او او يعني او دعم آه. مادي ولكن كمان في فكره النو هاو يعني اللي هو طب انت بتعمل بحوث مثلا في البحث العلمي انا عايز استفيد منها او عايز يبقى عندي حقوق استخدامها يعني فهل ده هيبقى مطروح ان الدول دي مش بس تساعد وده اللي مطلوب منها مش بس تساعد بالماده لكن كمان ان هي تاخد منتجاتك ان هي تقول لك الطرق ممكن تبقى عامله ازاي لو في بحوث علميه ممكن يعني نتشارك معاها او تشاركنا او تسمح لنا احنا بتطبيقها هل ده هيبقى مطروح انا بشكر سيادتك على النقطه دي لسبب لان السؤال ده هو السؤال اللي موجود في في الوسط المواطن المصري لما بيقول لحضرتك انا استفدت ايه؟ اه بالظبط هو احنا المفروض ان المؤتمر التنفيذ لكل التعهدات السابقه. صحيح وبناء عليه جزء من التعهدات السابقه كان لا يندرج تحت العباءه الماليه ان حضرتك هتديني دعم مالي ولكنك هتنقل لي معرفه. م. نقل المعرفه ونقل التكنولوجيا ده شيء مهم جدا. صحيح لان بالتبعيه هيرتقي بمعدلات البحث العلمي ومستوى البحث العلمي وتبنيه الجهات الاوروبيه او الجهات للدول المتقدمه للبحث العلمي. م. فاحنا منوط بالاتفاقيات وبالفعل ان شاء الله ده هيتم هو نقل التكنولوجي والمعرفه لكل القطاعات البحثيه بشتى انواعها وبشتى مجالاتها لخدمه المجتمعات للدول الناميه تماما علشان اقدر منها بنقل المعرفه من طبعًا. الدول الناميه للدول المتقدمه وهتفرق كتير يعني انا لما يجي لي بحث علمي وانا بطبق بـ بـ بعلمائي باساتذتي غير من انا اقوم غير ان انا اقوم افكر من الاول وامسك الورقه والقلم واقعد اكتب يعني دي حاجه ودي حاجه فاعتقد أه ولذلك يعني في الخطه اللي معموله حاليا واللي بالفعل بتتعمل وتبنيها مصر كدورها الريادي مع الدول الافريقيه هي خطه الانذار المبكر للتغيرات المناخيه صحيح ودي بحث علمي طبعا انا علشان اقدر ان انا استخدم صور الاقمار الصناعيه واعمل لها تحليل من خلال علمائنا المصريين واقدر منها لله ان انا الحمد عندنا قمر صناعي خاص بالتغيرات المناخيه وده برضو الريادة. من الانجازات المصريه الحقيقه اللي اتعملت ال... بالظبط لان دي الرياده في البحث العلمي صحيح واللي منها هقدر اتواصل مع كل القاره الافريقيه واعمل منظومه انذار مبكر لكل التغيرات المناخيه دكتور كريم فاتوره البحث العلمي عالميا مكلفه قد ايه؟ بص يا خاصة في التغيرات المناخية اللي احنا فيها دي قصاد المخرج اعتقد انها لا تساوي شيء. التكلفة قصاد المخرج اللي أصاد انا قصاد ان يكون في زلازل واعاصير تهد كل حاجة بالضبط الاعتماد على البحث العلمي هو نهضة لأي أمة أكيد وده اللي الحمد لله بدأ يبقى موجود في بلدنا أكيد وبناء عليه مهما كنت هصرف على البحث العلمي طالما ان البحث العلمي هيبقى بيتنبأ فيجنبني المشاكل فانا مطلوب ان انا اصرف عليه اكتر يبقى كانذار مبكر اصلا بال... انا بشكرك جدا دكتور كريم بجد ده, ده بشكرك كده يعني مهما كان البحث العلمي مكلف ولكن هو الامن والامان بشكرك شكرا جزيلا شكراً. دكتور كريم سليمان استاذ مساعد العلوم البيئيه والاستدامه بجامعه عين شمس وانا بختم عايزه اقول لكم انه مصر بخير ولما تسمعوا اي حاجه او اي شائعات احنا شعب بنعرف وبنفهم فاهمين كل حاجة ممكن نتابع ونتفرج ونعرف بس بلدنا مهمة وبلدنا غالية علينا ومحدش ممكن أبدا ينوي دراع بكرة يوم الجمعة عيشوا حياتكم واركبوا المواصلات واخرجوا ومارسوا يومكم بشكل طبيعي مفيش أي حاجة وقضوا يومكم يوم الجمعة الجميل اللي بنقضيه زي كل يوم جمعة احنا هنا هننتظركم في المساء في معدنا في التاسعة تأتيكم بإذن الله ونستكمل معكم كل فقراتنا تصبحوا على ألف خير